السمنة جزء رئيسي تخلينا نروح للدكتور صوان تعمل لنا اعتلال لكل عظمنا ولكل ده حقيقة. عضلاتنا وكل الحاجات، نعمل ايه؟ هو بصي، الفكرة كلها ان احنا لازم نحافظ على وزن صحي، وكمان العضلات والعظم، صحة العضلات والعظم ديت يعني، والوزن الصحي، الثلاثة دول الثلاث محاور الأساسيين علشان العمود الفقري يبقى قوي وقدر يتحمل الشغل وكل اللي احنا يعني نقول ايه، ده يعتبر زي العربية كده، اللي هو الشاسيه اللي هو الشاسيه، أول حاجة اللي هي بتساعدك ان انت تقدري تتحركي في الحياة. فأهم حاجة ان احنا نحافظ على وزن صحي، وكمان الرياضة، يعني ده بالنسبة لي ان الرياضة وبناء العضلات، نخلي العضلات قوية والعظم قوي عشان يتحمل الجسم ويقدر يفانكشن ويبقى قادر انه يشيل نفسه، ما يحصلش بقى ايه ان يحمي مثلا ان الفقرات انها تتضغط. لو العضلات قوية والعظم قوي والصحة كويسة والوزن مثالي، هيتحمل بقى الضغط النفسي يتحمل بسهولة، اسهل بكتير. عشان كده النظام الغذائي المتكامل اللي بيدعم صح الوزن، العضلات، العظم. ايه بقى النظام الغذائي المتكامل ده؟ اهم حاجة ان احنا نبدأ من الطفولة، دي من وجهة نظري، لان الحاجة الاساسية العظم والعضلات بيبدأوا يكبروا من اول ما الطفل بيتولد لغاية بيوصلوا لاكتر حاجة عن الماكسيمم، يعني اعلى حاجة عند سن من 25 ل 30 سنة. بعد كده بيبدأ عملية الايه، ان يعني النزول. احنا عندنا هرم كده، يبدأ الانسان يزيد، يوصل للقمة، يبدأ ينزل. 25 30 سنة ده القمة بتاعتنا كلنا. نبدأ بعد كده يبدأ عملية الايه، الاحلال التدريجي، واحدة 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 واحدة. فاحنا لو احنا اهتمينا بالرياضه والاكل مظبوط، الحاجات اللي فيها فيتامين د، الكالسيوم، كولاجين، كل العناصر، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم، كل الفوسفورس، كل اللي هي العناصر، الفيتامينات زي فيتامين د، فيتامين ك، فيتامين اي، فيتامين الف، دي كلها اساسيه، الفوليك اسيد والاوميجا 3، اللي انا حاجات لنا مجموعه الحاجات اللي انا، والبروتين، المجموعه دي هي اساس دعم العمود الفقري والعظم والعضلات. بنهتم بيها جدا بالنسبه للطفوله بالذات مع الرياضه، يعني لازم الرياضه، علشان الرياضه هي زي ما تقول ايه، هقول لكم بحاجه بسيطه، ان احنا في حاجه عندنا في الطب قاعده اسمها ديسيوز اتروفي، يعني الحاجه اللي مش هستخدمها مش هتشتغل ومش هتكبر، هتدمر. في كل حاجه في جسمنا، مخنا، عضلاتنا. فلازم نبدا نحرك الماشين او الجهاز دوت اللي هو جهاز العضلات والعظم، عشان يبدا الدوره الدمويه تمشي، يسحب دم ويسحب مغذيات، اللي هي كل الحاجات اللي انا قلت عليها، تبدا تبني العضله وتوصلها لاقوى واكبر حاجه ممكنه. ابدا انا بعد كده بعد سن ال 25 و 30 بقى احافظ على اللي انا بنيته في الفتره دي.